بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم يا جماعة في المحاضرة رقم 2 في الجزء الأونلاين الخاص بلغة HTML. المحاضرة اللي عدت كنا توقفنا عند الجزء الخاص بالهيدن وشفنا الفرق بين H1 و H2 H3 لغاية H6. طبعا احنا هنأكد بس هنا، هنحذف دول، هنأكد هنا ان الصفحة بتاعت حضرتك المفروض ان ما فيهاش غير H1 واحدة فقط، تمام؟ ممكن الصفحة بتاعت حضرتك يبقى فيها 2 H1 3 سوري 2 H2 او 3 H2، ما فيش مشكلة. H3 ممكن نلاقي فيه عناوين كتيرة، زي بالظبط كده لو حضرتك مثلا بتكتب كتاب معين، فانت العنوان بتاع الكتاب حضرتك هتكتبه كم مرة؟ بيتكتب على الكتاب الخاص بحضرتك مرة واحدة بس، ده العنوان. بعد كده العناوين الفرعية الخاصة بالكتاب بتاع حضرتك هي دي اللي هنقول عليها H2. يعني مثلا هقول مثلا الباب الأول، الباب الثاني، الباب الثالث، الباب الرابع، الباب الخامس، كل دول كلهم بياخدوا H2. كل باب منهم مثلا فيه فصول، يعني الباب الأول فيه مثلا الفصل الأول بيتكلم عن حاجة معينة، في الفصل الثاني، الفصل الثالث، الفصل الرابع وهكذا، دول كلهم ياخدوا ايه بقى؟ ياخدوا H3. يبقى كده الصفحة بتاعتي ما فيهاش غير H1 واحدة فقط، ما ينفعش ان انا اكتب اكتر من H1 في نفس الصفحة. انت لو كتبتها ما فيش مشكلة، بس كده موقعك مش هيكون صديق لمحركات البحث، تمام؟ يبقى صفحتي فيها H1 واحدة فقط. H2 اكتب اي حاجة تانية كعنوان فرعي بقى اخر، مثلا هنكتب اسيوط يوني دي H2. هناخد مثلا نسخة تاني H3 اهي، كمبيوتر مثلا اند كمبيوتر اند لانجويج كده. H1 و H2 و H3 موجودين عندي، تمام خالص. في جزء عايزين بس نوضحه لحضراتكم، ان لغة ال HTML زي ما بنسمع كده في البرامج، في الفوتوشوب مثلا يقول لك ده الاصدار مثلا فوتوشوب سي اس، فوتوشوب مثلا سي اس 2، فوتوشوب مثلا سي سي، فوتوشوب 2020، ده الفيرجن. اللغه بتاعتنا اتش تي ام ال برضو ليها اصدارات. احدث اصدار عندنا للغه الاتش تي ام ال هو اتش تي ام ال 5. ايوه، طب يعني ايه؟ يعني هي الاكواد بتتغير؟ لا، هي الاكواد زي ما هي، بس انت في حاجة هتكتبها في الصفحة بتاعتك في البداية خالص كده من فوق، بتفهم بيها الويب براوزر ان الصفحة الحالية دي صفحة HTML5، لان في بعض حاجات معينة بتبقى خاصة بال HTML5، زي مثلا تشغيل ملف فيديو او تشغيل ملف صوت. الويب براوزر مش هيفهم الاكواد اللي انت هتكتبها ان ما كنتش من البداية نبهت على الويب براوزر ان الصفحة دي HTML5. طب انا هعمل الكلام ده ازاي؟ شيفت وحرف الواو عشان اعمل علامة اصغر من، وبعدين علامة تعجب، وبعدين بنكتب ايه؟ دوكيومنت دي او سي دوكيومنت تايب، اللي هي النوع يعني الدوكيومنت تايب HTML، وبعدين نقفل التاج بتاعتنا بعلامة اكبر من كده. بقى انا هقول حفظ يا جماعة واروح استعرض الملف بتاعي داخل الويب براوزر بالشكل ده، وهعمل ريفرش. شايفين ده H1 وهنا H2 و H3. لو قلنا له دلوقتي فيو بيج سورس، هتلاحظ ادي ايه الدوكيومنت تايب اهي. انا كده فهمت الويب براوزر ان الصفحة بتاعتي دي HTML5، تمام. وادي ال H1 وال H2 وال H3. نرجع تاني هقول له انسبكت واجيب علامة السهم كده، وهظلل حاجة معينة هنا. هنلاحظ ايه يا جماعة؟ بص كده
بيقول لي هنا دي تفاصيل ال H1، ولاحظ هنا بص كده الجزء اللي ظهر عندي من اعلى هنا بيوضح ان الويب براوزر فهم دلوقتي ان الصفحة بتاعتي دي HTML5. طيب وانت بتستعرض كده بعض الصفحات على الانترنت، لو حضرتك شفت كود زي الكود اللي انا هكتبه دلوقتي يا جماعة، هنفهم منه على طول ان الصفحة دي عبارة عن HTML4. حد يقول لي كده ايه اللي انا بعمله دلوقتي؟ انا عملت دلوقتي ايه، السطر الاولاني عملته ككومنت عشان ما يبقاش شغال. بص انا رجعت دلوقتي الصفحة بتاعتك اهي دوكيومنت تايب، وبعد كده بابليك، تمام. وبعد كده الجزء كله ده اللي احنا شايفينه نفهم منه على طول ان الصفحة الخاصة بينا دي عبارة عن HTML4 لو انت شفت كود بالشكل ده. دلوقتي كل الصفحات الحديثة يا جماعة بيبقى فيها الكود اللي احنا كاتبينه من اعلى اللي هو دوكيومنت تايب HTML. على طول كده حضرتك هتفهم ان الصفحة بتاعتك دي HTML5. هنشوف ان شاء الله بعض الاكواد الجديدة الخاصة بال HTML5. طيب احنا نستكمل كده بس باقي النصوص اللي احنا كنا بنكتبها. انا عايز في المكان ده مثلا هجيب باراجراف بعد العناوين مثلا اللي انا كتبتها دي، فاكرين التاج باراجراف علامة اصغر منه، وبعد كده بي اللي هي باراجراف ونقفل، وبعدين انسخ الجزء ده كده يا جماعة والزقه مرة تاني واعمل القفلة بتاعة التاج باراجراف. بين الاتنين هنا نكتب بقى النص اللي احنا عايزينه. فمثلا هننزل لأسفل كده واروح اجيب النص بتاعي، انا مجهز نص كده هنسخه كوبي وبيست وهجيبه في المكان ده كده هنا واقول له كنترول في او بيست. كده انا لزقت ايه الباراجراف بتاعي. تعال نشوف كده الصفحة دلوقتي وبعدين نرجع نشوف التنسيقات بتاعتنا. اوكي نروح الويب براوزر ونروح نقول له ايه ريفرش، مفيش حاجة، احنا للأسف نسينا نقول سيف. كده انا عملت سيف للصفحة بتاعتي، واجي دلوقتي هنا نقول ريفرش، ظهر الباراجراف بتاعنا يا جماعة بالشكل اللي احنا شايفينه. تمام، هو ليه الباراجراف طب جاي ناحية الشمال؟ المحاذاة الافتراضية ان الباراجراف بتاعي المحاذاة بتاعته شمال. نتذكر كده مع بعض الكود اللي احنا قلنا ممكن نكتبه فين جوه التاج باراجراف الاولى، ان احنا ممكن نقول له داير اللي هو الدايركشن، تمام، ايكوال يساوي علامتين تنصيص، وقلنا هنكتب ايه يا جماعة، رايت تو ليفت، تمام خالص. نقول سيف وتعالى نرجع تاني. بص دلوقتي المحاذاة اللي كانت ناحية الشمال لما اقول له دلوقتي ريفرش، بص المحاذاة دلوقتي يا جماعة بقيت من اليمين الى الشمال، وكده الباراجراف بتاعي الويب براوزر فعلا ظبط الاتجاه بتاعه رايت تو ليفت، تمام خالص. طيب هنرجع تاني للصفحة بتاعتنا وعايزين نجري بس شوية تعديلات تاني على النص بتاعنا، زي مثلا احنا بنقول عايزين نغير اللون بتاع التكست. علشان اغير اللون بتاع التكست يا جماعة هنعمل ايه؟ هنيجي بعد بقى القفلة بتاعت باراجراف وبنبدأ نكتب تاج جديدة، وهي التاج الخاصة بالفونت بقى. فبفتح علامة اصغر من يا جماعة وبقول له ايه فونت اي، وبعد الفونت طبعا هقول له ايه كولر، كولر اهي يساوي علامتين تنصيص، ونقفل كده التاج فونت بتاعتنا. ونيجي بقى من اسفل هنا يا جماعة قبل قفلة التاج بتاعت الباراجراف نقفل التاج بتاعت فونت اللي احنا فتحناها فوق دي اهي كوبي، واجي من اسفل كده هنا وبقول له الفونت بقى هقفلها بالشكل ده، ونقول له بقى على اللون بتاعنا هيبقى ايه بلو، ونقول سيف وتعالى نعرض النص بتاعنا ريفرش. هنلاحظ بقى ان الويب براوزر عرض النص بتاعنا باللون اللي احنا حددناه، تمام.
ايه تاني ممكن احنا نعدله على النص بتاعنا؟ طيب هجرب كده بس، بدل بلو نقول مثلا ريد، ونقول سيف، ونعرض تاني. النص ظهر باللون اللي انا حددته، هرجع تاني بلو. طيب ممكن نتحكم في الفونت سايز، نفس التاج بتاعت فونت. انا هقول له ايه بقى، علشان نغير الفونت سايز هاجي برضو جوه التاج فونت، وهاخد مسافة واكتب سايز ايكوال علامتين تنصيص، وجوه علامتين التنصيص مثلا نقول هنخلي الفونت سايز مثلا 5. نروح للويب براوزر ونقول له ريفريش، هلاقي فعلا الويب براوزر كبر لي السايز بتاع الباراجراف بتاعي. هرجع تاني، بفكر برضو اضيف خاصية تاني للباراجراف بتاعي، الا وهي مثلا نوع الفونت عايز اغيره. نوع الفونت يا جماعة بنقول عليه الفونت فيس، فبكتب الخاصية فيس وبعدين ايكوال علامتين تنصيص، ونكتب بقى اسم الفونت بتاعنا. بس طبعا يا ريت يكون الفونت اللي احنا هنكتبه يا جماعة يكون فونت موجود على كل الأجهزة، يعني ما استخدمش فونت تكون انت عامل له داونلود من الانترنت وهو مش متواجد على باقي الأجهزة بتاعت الناس. انا هنا استخدمت الفونت تاهوما، وهقول حفظ، واروح للويب براوزر واقول له ريفريش، هلاقي فعلا الفونت فيس اتغير للشكل اللي انا قلت عليه للبرنامج بتاعي او للاتش تي ام ال او كود الاتش تي ام ال بتاعي. من ضمن الخصائص برضو تاني اللي احنا ممكن نضيفها عندنا، احنا قدرنا نغير الاتجاه، لكن ممكن مع الاتجاه برضو نغير المحاذاة. فممكن بقول له جوه بقى تاج باراجراف، بقول align يساوي علامتين تنصيص. يا جماعة احنا شايفين طبعا هنا ان المحاذاة كانت يمين، ممكن نقول له عايزين المحاذاة تبقى مثلا جست فاي، ونقول سيف عشان لما نرجع دلوقتي للويب براوزر. بص كده السطور دي اللي هي ناحية الشمال ما فيهاش محاذاة، لما هقول ريفرش دلوقتي تلاقي الويب براوزر عامل محاذاة دلوقتي للباراجراف بتاعي من اليمين والشمال، وده باستخدام الخاصية اللي هي justify align justify جوه التاج باراجراف. جوه التاج باراجراف هي وخاصية الدايركشن رايت تو ليفت، لكن اللون النص بلو والسايز والفونت فيس دول كلهم بيكونوا جوه التاج فونت، والتاج فونت ليها قفلة تاني موجودة من اسفل قبل القفلة بتاعة التاج باراجراف. اوكي ايضا من ضمن الحاجات يا جماعة اللي احنا كنا اتكلمنا عنها هي كانت الفقرات ذات التعداد النقطي والفقرات ذات التعداد الرقمي. يعني انا هاجي دلوقتي بعد الباراجراف ده وبفتح تاج جديدة وبقول له unlisten ul فقرة ذات تعداد نقطي، هضغط انتر، وبعدها بص كده انا بعمل ايه، بضغط تاب من الكيبورد عشان اتحرك يا جماعة للداخل شوية، وبعدين بقول له ايه ليست ايتم اللي اي، واقفل، وبعدين طبعا هاخدها كوبي واعمل القفلة بتاعتها بالشكل ده، وبين الاتنين نكتب النص بتاعنا. مثلا اقول كلية التربية، هاخد الكلام ده كوبي انتر اكتر من مرة بالشكل ده، كلية بدل التربية نقول التجارة، هو البرنامج طبعا عشان مش بيدعم اللغة العربية هنعيدها تاني، كلية التجارة.
كلية العلوم، كلية الطب، كلية الهندسة، ما ننساش القفلة بتاعت اليو ال هتبقى في النهاية عندي هنا بالشكل ده، ونقول حفظ ونروح للويب براوزر نستعرض الكلام بتاعنا، هلاقي فعلا عندي اهو كلية التربية، كلية التجارة، كلية العلوم، كلية الهندسة. زي ما احنا ملاحظين ان الفقرات بتاعتي ذات التعداد النقطي موجودين ناحية الشمال، وانا خلاص بكتب عربي دلوقتي عايزهم من اليمين للشمال، فهرجع للكود بتاعي مرة تاني ونعمل ايه يا جماعة؟ حد يقول لنا الباراجراف اللي فوق فاكرين الكود الخاص بالدايركشن اللي هو داير دايركشن رايت تو ليفت، هاجي جوه التاج اللي هي ان ليستد ايتم فقرة ذات تعداد نقطي، وبقول له داير يساوي علامتين تنصيص وبين علامتين التنصيص رايت تو ليفت، ونقول سيف. ما ارجع دلوقتي للويب براوزر واقول له ريفرش، هلاقي الباراجرافات بتاعتي جت من على اليمين الى الشمال. نرجع تاني نفس الكلام هو لو انا خدته كوبي، وبعدين يا جماعة هنلزقه هنا، بس بدل يو ال هنقول له ايه اوردر ليست، يعني فقرة ذات تعداد رقمي، وهنسيبها الباقي زي ما هو بالظبط كده، ونروح الويب براوزر ونقول له ريفرش. هبص الاقي ايه، بدل ما كانت الفقرات بتاعتي تعداد نقطي بقت فقرات ذات تعداد رقمي، كل اللي احنا عملناه بس بدل ما كانت unlisted UL احنا خليناها ايه order list فقرات ذات تعداد رقمي، والبرنامج نفذ على طول بالشكل اللي احنا شايفينه. بنفس الطريقة لو انا بفكر اجري تعديل على الفونت اللون بتاع النص والسايز والفونت فيس، ممكن ناخد نفس الكود يا جماعة اللي احنا كتبناه فوق في الباراجراف، ونيجي بعد التاج الخاصة باليو ال هنا ونقول له كأني بالظبط كده بقول له الفونت كولر هيبقى بلو، السايز نصغره مثلا هنا نخليه 3، والفونت فيس تهومة، واخد القفلة بتاعت الفونت برضو، وقبل قفلة التاج بتاعت اليو ال او unlisted اضيفها تاني، هكررها نفس الكلام من اسفل، وناخد نفس الكود ده في المكان ده هنا وهنلزقه بالشكل ده، ونقول سيف، ونرجع تاني للصفحة بتاعتنا ريفريش. هتلاحظ طبعا ان التنسيقات اللي انا عملتها اتنفذت على الفقرة ذات التعداد النقطي والفقرة ذات التعداد الرقمي، تمام خالص. طيب نشوف جزء كده اللي هو كنا تعرضنا برضو ليه الخاص بالصور، ازاي نستدعي صورة داخل الملف بتاعنا. ازاي هنستدعي الصورة داخل الصفحة بتاعتنا؟ انا يا جماعة هاجي هنا بعد العناوين بتاعتي واقول للبرنامج دلوقتي انا هبدأ تاج صورة، فافتح تاج جديدة وبكتب اي ام جي، كده معناها ان انا عايز صورة جديدة، باخد مسافة وبعد كده بقول له بقى الصورة بتاعتي مكانها فين. لو نتذكر يا جماعة انا دلوقتي ده الملف بتاع ال HTML اللي انا شغال فيه، وبجوار الملف بتاع فيه صورة جديدة اهي زي ما احنا شايفينها اسمها تيست جي بي جي. انا ممكن اخد الاسم ده يا جماعة كوبي، وارجع تاني للكود بتاعي وبقول له دلوقتي السورس الخاص بالصورة بتاعتي بمكانه فين بالظبط، علامتين تنصيص، واكتب اسم الصورة بتاعتي اهي، تمام يا جماعة، وبعدين اقفل التاج بتاعتي، نقول سيف، وتعالى نستعرض الملف بتاعنا كده ريفرش، هنبص نلاقي ايه اللي ظهر على طول عندنا، الصورة فعلا ظهرت في الويب براوزر بتاعي. هرجع تاني
وهاجي في نفس التاج دي كده هنا في بعض خصائص تاني للصورة بتاعتي، زي ان انا ممكن هقول للبرنامج دلوقتي ممكن اتحكم في الويدث والهايت الخاص بالصورة بتاعتي. يعني انا ممكن اقول للبرنامج دلوقتي ان الصورة بتاعتي عايز ان العرض بتاعها يكون مثلا او الويدث، الويدث بتاع الصورة ايكوال يساوي علامتين تنصيص، ونكتب هنا مثلا 250، نقول سيف، وتعالى نرجع للصورة. ده الحجم بتاعها العادي. واما هقول ريفرش دلوقتي ايه اللي حصل؟ انا قدرت ايه اتحكم في الويدث او العرض بتاع الصورة بتاعتي وقدرت اصغرها. في حاجة تاني مهمة خالص بالنسبة للصورة، ان ممكن بقول له ايه الت، الت يا جماعة اللي هي اختصار الترنيت تكست، وهي النص البديل، يساوي وعلامتين تنصيص، وهنا بقول مثلا صورة ابو الهول. وده معناه ايه بقى؟ ان ممكن يكون في مشكلة في النت والصورة دي ما حملتش، فبيظهر مكانها مربع فارغ. بدل ما يظهر مربع فاضي بيظهر مكان الصورة النص الخاص بيها. زي ايه؟ تعال نشوف دلوقتي. لو رحنا للفولدر بتاعنا ورحت انا عملت ايه بقى، بص هعمل مجلد جديد. المجلد ده هسميه ايه يا جماعة؟ ايميجز. وتعال ناخد الصورة دي ننقلها موف الى داخل المجلد ايميجز. طيب لو رجعنا دلوقتي يا جماعة لمين؟ للويب براوزر بتاعنا، وقلنا له ريفرش، ايه اللي حصل؟ الصورة ما فيش، بس ملاحظ بص بقى مكان الصورة ايه بقى، في الالترنيت تكست اللي هي صورة ابو الهول ظاهرة مكانها. طيب حد يقول لي هي الصورة مش ظاهرة ليه؟ لان المكان بتاع الصورة اتغير. احنا في الاول كنا بننده على الصورة مباشرة باسمها على طول، ده مما كانت الصورة فايل بجوار الملف بتاعي. الصورة دلوقتي بقيت فين يا جماعة؟ ده بقيت داخل مجلد اسمه ايميجز. يعني معنى كده عشان انا اقول له افتح لي الصورة دي لازم في الاول اقول له على الباص بتاعها ان هي موجودة جوه مجلد اسمه ايميجز. فين؟ على الروت من الملف بتاعي، يعني المكان اللي موجود فيه الملف بتاعي. ادخل في الاول جوه مجلد ايميجز وعرض لنا الصورة اللي موجودة جوه اللي اسمها تيست. يعني معنى كده انا هاجي هنا واكتب يا جماعة قبل اسم الصورة اسم المجلد images، وبعدين سلاش شرطة مايلة اسم الملف بتاعي او اسم ملف الصورة test.jpg امتداد الصورة بتاعتي، نقول سيف، وتعالى نرجع دلوقتي نستعرض الصورة بتاعتنا مرة تاني. ريفرش. هلاقي الصورة ظهرت يا جماعة مرة تاني، لان زي ما احنا بنقول الصورة دلوقتي بقت موجودة داخل مجلد، واحنا قدرنا نكتب المسار الصحيح للصورة بتاعتنا بالشكل اللي احنا شايفينه. طيب زيادة تأكيد للكلام اللي احنا نفذناه يا جماعة، مع الصورة بتاعتي انا وضعت دلوقتي جوه المجلد ايميجز صورة تانية باسم aon.jpg. انا عايز برضو استعرض الصورة دي جوه كود ال HTML بتاعي، فانا هاجي فوق هنا ونكتب الكود مرة تانية. يلا هنفتح تاج ونقول image صورة مسافة src. الباص بتاع الصورة ايه بقى يا جماعة؟ حد يقول لي الباص بتاع الصورة، هنقول الصورة موجودة جوه مجلد اسمه ايميجز. نكتب اسم المجلد في الاول ايميجز، وبعدين شرطة مايلة اسم الصورة بتاعتي. الصورة اسمها aon.jpg. تمام خالص. طيب نقول سيف، وتعالى نستعرض الملف بتاعنا. ريفرش. ظهرت الصورة بتاعتي. بس لا، انا عايز كنت الصورة دي فوق ودي اسفلها. حد يقول لي نعمل ايه يا جماعة؟
بين الكود ده والكود ده هناخد فاصل سطور زي اللي كنا اتكلمنا عنه قبل كده، اللي هو البي ار بريك لاين، تمام، ونقول سيف فاصل سطور ونرجع نستعرض الملف بتاعنا. بقيت دي على سطر ودي على سطر يا جماعة، اسفل بعض بالشكل اللي احنا شايفينه. طيب ممكن نصغر حجم الصورة دي. طيب هرجع لها تاني، هي الصورة دي في الاساس كانت كام؟ بص كده وانا واقف على الصورة يا جماعة، انا عارض كده الخصائص بتاعتها وبيقول ان الويتس بتاعها 200 والارتفاع 250، فانا هرجع واقول له لا، الصورة دي لو سمحت الويتس بتاع الصورة دي يساوي على 200 سنتيس، ونقول له 100 بكسل بس، نقول سيف ونرجع تاني نريفرش علشان نستعرض. بص كده قدرت فعلا دلوقتي انا بتحكم في الصورة بتاعت جامعة اسيوط، وعرضتها دلوقتي بسايز صغير اللي انا قلت عليه اللي هو 100 بكسل. تمام، يبقى كده احنا يا جماعة شفنا الباراجراف والتنسيقات الخاصة بيه، وشفنا كمان الفقرة ذات التعداد النقطي والفقرات ذات التعداد الرقمي، وقدرنا نتحكم في اللون والسايز والفونت فيس الخاص بيها زي ما نفذناه بالظبط برضو على الباراجراف. قدرنا نتحكم في المحاذاة بتاعته والدايركشن الاتجاه والفونت كولر والفونت سايز والفونت فيس. قدرنا نستعرض صورة داخل صفحة ال HTML بتاعتنا، والصورة وضعناها داخل مجلد وكتبنا الباس بتاعها هي موجودة فين. المجلد ايمج موجود مع الملف بتاعي الالسن دوت اتش تي ام ال على نفس الروت، فانا بكتب اسم الباس بتاعي اسم المجلد وبعديه اسم الصورة بتاعتي والفاصل بينهم سلاش. قدرنا نتحكم في الصورة بان احنا بنضيف الويتس الخاص بيها او الكاستمايز ويتس، وكمان بنضيف الترنيت تكست نص بديل للصورة في حال لو الصورة ما ظهرتش بيظهر مكانها النص البديل بتاعها. نكتفي يا جماعة بالجزء ده، وان شاء الله نشوفكم في المحاضرة القادمة. شكرا لكم يا جماعة، وبالتوفيق ان شاء الله للناس كلها، والسلام عليكم.